الآن 19 من الحدث. التاسعة عشرة بدأت مشاهدينا، وفي عناوينها: مجزرة رفح يراها نتنياهو حادثا مأساويا، وواشنطن تعلق به، لإسرائيل الحق وعليها أن تحمي المدنيين. مقتل جندي مصري برصاص إسرائيلي، والقاهرة تحذر تل أبيب من المساس بقوتها المنتشرة على الحدود. البعثة الأوروبية تعود لرفح، وبوريل يدعو مجلس الأمن لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل. وسط خلاف أمريكي أوروبي بشأن التعامل مع طهران، الوكالة الذرية تحذر من طموحات إيران النووية. أهلا بكم مشاهدينا. مجزرة في غزة أسقطت 45 قتيلا أغلبهم من النساء والأطفال، حرقا بخلاف عشرات المصابين. قال عنها مفوض الأونروا إن ما جرى في رفح هو الجحيم، وصور الضحايا دليل على ذلك. المجزرة التي أدخلت مفاوضات الهدنة نفقا جديدا أثارت قلق الوسيطين مصر وقطر، فيما طالبت الخارجية المصرية مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل العاجل، الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح. أما حماس فعلقت مشاركتها في أي مفاوضات مع إسرائيل، التي وصف رئيس وزراء ما جرى بالحادث المأساوي. في رفح قمنا بالفعل بإجلاء حوالي 1,000,000 من السكان غير المتورطين، ورغم أننا نبذل قصارى جهدنا لعدم إيذاء المدنيين، إلا أنه لسوء الحظ حدث عطل فني الليلة الماضية. نحن نحقق في القضية وسنقدم النتائج، هذه هي سياستنا. مجزرة الخيام دفعت الاتحاد الأوروبي لمنح الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة المساعدة الأوروبية في رفح، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل، الذي أوضح أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والفلسطينيين. وكانت بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية المعروفة باسم يوبام توقفت عن العمل في رفح منذ عام 2007 حين سيطرت حركة حماس على قطاع غزة. حصلنا على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل بعثة الحدود في رفح. نريد إحياء البعثة من جديد والتي توقفت لسنوات. هذه البعثة يمكنها أن تقوم بدور كبير لتسهيل حركة الناس من وإلى غزة. يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر والسلطات الإسرائيلية. ويعتبر معبر رفح النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل نحو 3 أسابيع. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي أنه نظرا لحساسية مسألة التخطيط للحرب، لم تضع إسرائيل بعد خطة موحدة لليوم التالي للحرب في غزة، وبالتالي لا يوجد موقف رسمي بشأن المبادرة الأوروبية. حطهم في جيبتك.
نار رفح انتقلت إلى الحدود المصرية باشتباك مسلح بين قوات من حرس الحدود المصرية والجيش الإسرائيلي قرب المعبر. وفي تفاصيل الحادثة قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى تحقيقا أوليا توصل إلى أن تبادل إطلاق النار على الحدود المصرية اندلع عند 11:30 صباحا، حيث كانت تعمل قوة إسرائيلية على محور فيلادلفيا لمعالجة ما ادعت أنه نفق، لكن جنديا مصريا فتح النار على شاحنة عسكرية كانت معهم، فقامت قوة الحراسة الموجودة في مدرعة بفتح النار على الجندي فقتلته وأصابت جنديا آخر من كان معه. الجيش المصري أيضا يجري تحقيقا بشأن الحادث. مصادر أمنية مصرية قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، أدت إلى إطلاق النيران في عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. القاهرة طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، محذرة من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع القطاع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا. إذن الحديث أكثر تنضم إلينا من القاهرة مديرة مكتب الحدث في مصر رندا أبو العزم من دير البلح وسط قطاع غزة. ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أسامة عن آخر التحديثات وما يجري تحديدا في قطاع غزة، لنبدأ من مخلفات مجزرة أمس على رفح، وهل هناك أي ملاحظات فيما يخص عملية النزوح بعد هذه المجزرة، وماذا أيضا عن المفقودين؟ هل أيضا هناك تحديثات بشأن الحصيلة؟ نعم، حتى هذه اللحظة يبدو أن الحديث يتركز حسب ما حدث به الدفاع المدني أنه تم انتشار 45 ضحية من مكان الاستهداف في منطقة غرب مدينة رفح، تحديدا في منطقة المواصي. هذه المنطقة نزح إليها ما يقارب من 1,000,000 مواطن فلسطيني من منطقة شمال قطاع غزة إلى منطقة الجنوب. هذه المنطقة هي منطقة مواصي مدينة رفح، تعتبر منطقة آمنة، لم يهجر الجيش الإسرائيلي سكان هذه المنطقة بالنزوح إلى مناطق أخرى. فجر هذا اليوم تفاجأ السكان في هذه المنطقة والنازحين بصواريخ إسرائيلية تسقط على هذه المنطقة. هذه منطقة خيام مصنوعة من ألواح الصفيح، تختلف عن باقي مناطق الخيام في مناطق قطاع غزة. هذه بنيت مبادرات شبابية ترعى هذه مراكز الإيواء المخصصة لأعداد كبيرة من العائلات النازحة من مناطق شمال قطاع غزة. سقط على الكبير من القذائف الإسرائيلية والصواريخ على هذا المكان حينما كانوا نيام، ولكن هذا الوضع يختلف تماما في هذه المنطقة، لأن النار اشتعلت في المكان بأكمله وأحرقت أجساد الأطفال والنساء والعائلات التي كانت متواجدة داخل هذه الخيام. تم تدمير عدد كبير من هذه الخيام حسب ما سمعنا من شهود العيان في هذه المنطقة، أن النار أحرقت أجساد الأطفال والنساء واستمرت لأكثر من ساعة كاملة لعدم قدرة رجال الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إلى هذه المنطقة التي كانت تحت مرمى الاستهداف الإسرائيلي، بالإضافة إلى يعني عدم قدرة السكان هناك والنازحين على إسعاف المواطنين على الرغم من سماع أصواتهم واستغاثاتهم ومناشدتهم لهم بالدخول بسبب التهام النيران لهم ولخيامهم ولأجسادهم، ولكن لم يتمكنوا من انتشار أي يعني أو إنقاذ أي حياة أي جريح. نتحدث على ما يقارب من 200 إصابة في هذا الاستهداف وأكثر من 45 ضحية حتى هذه اللحظة. كلما يكثف الجيش الإسرائيلي ضرباته العسكرية في مناطق متفرقة في قطاع غزة، هذا يقلص المساحات الآمنة مثل ما جرى اليوم في مدينة رفح جنوب القطاع. عندما يتم استهداف منزل مدني يعني يغادر سكان هذا المنزل بعد تدمير هذا المنزل وباقي الحي باتجاه مدارس الإيواء، في هذا الاستهداف
لمراكز الإيواء يتجه السكان إلى مناطق أكثر أمانا مثل منطقة مواصي خان يونس. وبالتالي شاهدنا اليوم نزوح أعداد كبيرة من السكان، للعلم أن هذه العائلات جزء منها نزح للمرة العاشرة من شمال القطاع ومن ثم إلى داخل مدينة غزة في أكثر من مدرسة الإيواء ومن ثم إلى منطقة جنوب قطاع غزة، وهنا أكثر من نزوح في هذه المنطقة. وحتى هذه اللحظة بدأوا بالنزوح العكسي باتجاه داخل مواصي خان يونس وداخل وسط قطاع غزة. حركة النزوح مستمرة حتى هذه اللحظة على اعتبار أن هذه المنطقة أصبحت غير آمنة وقد تكون أو تستهدف خلال الأيام المقبلة من الجيش الإسرائيلي. طيب أسامة، يعني بالحديث عن عدم وجود مسلك آمن يتوجه نحوه النازحون في رفح تحديدا، ولكن حتى الأماكن التي تم الحديث عنها مثل المواصي والتي استهدفت، هل يعني عملية النزوح رصدت بشكل كبير نحو أماكن متفرقة أم هناك توجه نحو مكان بعينه؟ يعني الشريط الحدودي الضيق في المنطقة الغربية لقطاع غزة هو نطاق ضيق، ولكن الشريط الآمن الذي تحدث عنه الجيش الإسرائيلي هو فقط منطقة مواصي خان يونس حتى هذه اللحظة، وصولا إلى منطقة غرب دير البلح. وهذه المنطقة، منطقة المواصي، مساحتها أقل من 14 كيلومتر مربع، وكان يعني يطلق عليها اسم المواصي بسبب أن المزارعين سابقا كانوا يضعوا حفر امتصاصية من أجل ري مزروعات في هذه المنطقة الزراعية والترابية. وبالتالي هذه المنطقة كل التكدس السكاني والنزوح فيه يكون في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس وتحديدا في منطقة المواصي، ويمتد إلى منطقة دير البلح باعتبارها منطقة أمنة. لا يوجد أي خيارات، الجميع هناك يحزم أمتعته عبر العربات والكرات وينسحبوا بحثا عن قطعة أرض فارغة أو مساحة يمكن لهم أن ينصبوا خيمتهم فيها بدون أي تخطيط، بدون أي مبادرات، بدون أي مؤسسات تعمل على استقبال هذه العائلات النازحة في المناطق الجديدة. أرجو أن تبقى معي يا أسامة لأنتقل إلى مديرة مكتب الحدث في القاهرة رندا. أرحب بك مجددا. إذن بعد هذه الحادثة بين الجانب الإسرائيلي والمصري، لجان تحقيق أنشأت من قبل الجانب المصري، أيضا هناك مواقف جديدة تتحدث عن تعامل الجندي المصري مع ما كان يجري تحديدا، هل لك أن تضعين في صورة آخر المعلومات والتحديثات التي تأتي من الجانب المصري؟ نعم ماريا، بعد البيان المتحدث العسكري الذي ذكر فيه عن وقوع هذا الحادث في نقطة لم يحددها على الشريط الحدودي ومقتل أحد عناصر الأمن المنطين بالتأمين هذا الشريط الحدودي، توالت الأنباء من مصادر أمنية ومن مصادر رفيعة المستوى ربما توضح مواقف وتحقيقات أولية تشير إلى رواية أخرى تماما مغايرة لما ذكرته إسرائيل. حسب التحقيقات الأولية أن كان هناك تبادل لإطلاق النيران بين القوات الإسرائيلية وعناصر فلسطينية، هذه الطلقات ربما تناثرت وكان إطلاق النيران كان في عدة اتجاهات، تعامل معها فرد الأمن المنوط بتأمين المحور وأيضا بتأمين هذه المنطقة، وهذا بالفعل هو يعني واجبه أن يتعامل مع أي مصدر لإطلاق النيران. هذه هي الرواية طبقا للتحقيقات الأولية، ولكن بحسب أيضا المصادر الأمنية أن هناك جهات تحقيق منوط بها أيضا تحميل المسؤولية أو تحديد مسؤولية هذا الحادث وأيضا منع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا. هناك نقطة أخرى، ربما التحذير المصري من مصادر رفيعة المستوى ومن مصادر أمنية للمساس بأي من القوات المصرية المتواجدة على الشريط الحدودي، وخاصة أن مصر قد حذرت قبل عدة أشهر من أي عمليات عسكرية في محور فلادلفيا، وهذه العمليات التي تقوم بها إسرائيل بحسب المصادر أيضا بتزيد الوضع المعقد أكثر تعقيدا ومرشح هذا الوضع الأمني للتصعيد لأنه قد يفلت عن الزمام. مصر أيضا بتطالب المجتمع الدولي بتحميل المسؤولية عن الأوضاع الأمنية بين غزة وبين الحدود المصرية مع غزة، وأيضا تأمين وصول
وصول المساعدات. كما تعلمين ماريا أن المساعدات التي كانت قد توقفت منذ الثامن من دخول المساعدات المتوقفة منذ الثامن من مايو الحالي بدأت في الوصول إلى معبر كرم أبو سالم على مدى 3 أيام. هذه العملية قد تعرقل لأنها لابد من حماية يعني قائد الشاحنات والمساعدات، وبالتالي وجود هذه العمليات العسكرية والتواجد الإسرائيلي سواء على معبر رفح أو في محور فيلادلفيا بيخلق وضع غاية في التعقيد وله تداعيات يعني خطيرة على ما يجري الآن. تفضلي معي. ابقي معي رندا لننتقل إلى زياد حلبي مدير مكتبنا في القدس. زياد، صحف إسرائيلية بينها معاريف ويدعوت أحرنوت تحدثت عن إمكانية احتواء هذا الأمر، وهناك اتصالات حثيثة مع الجانب المصري ووصفت الاتصالات بالهادئة. هل فعليا يبدو الأمر كذلك أم أن هناك مواقف أخرى تثار رسميا غير التقارير الإعلامية؟ لا، الأمور في هذا الاتجاه، وهذا ما تحدثنا عنه قبل ساعات طويلة، بأن الاعتقاد السائد في إسرائيل بأن الأمر قد يبقى قابلا للاحتواء رغم خطورته لجهة التوتر القائم أصلا بين تل أبيب والقاهرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح ولمحور لأجزاء كبيرة من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ولأن إسرائيل تحتاج مصر تماما في أي صفقة تبادل، وبالتالي هناك عمليا كان محاولة تهدئة منذ اللحظة الأولى، والاتصالات جرت منذ الدقائق الأولى وفق الرواية الإسرائيلية شبه الرسمية. التحقيق الأولي، الأمر حدث عند 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة عمليا، بأن جنديا مصريا واحدا أطلق النار تجاه شاحنة عسكرية كانت مع مجموعة من الجنود يقومون بمعالجة ما يبدو بأنه فتحة نفق أو شيء من هذا القبيل. لم يصب الجنود وكانت مجنزرة في حمايتهم. الجنود الذين كانوا في داخل المجنزرة فتحوا نيران الرشاشات تجاه الجند المصري ومن كانوا معه فقتلوه وأصابوا عددا آخر. هذه هي الرواية الرسمية الإسرائيلية حتى الساعة. طيب زياد، ولكن التصريحات المصرية بدت وكأنها دحض لما جاء في الرواية الإسرائيلية، وبالتالي هل من ردود فعل أخيرة لما صدر من القاهرة؟ لا يوجد ولن يكون باعتقادي. إسرائيل لن تذهب إلى سجال مع المصريين في هذا الموضوع، على العكس تماما. يرى المراقبون بأنها ستحاول أن تلملم، إنجاز التعبير هكذا، هذا الموضوع سريعا جدا. ربما غدا سنكتشف مفاعيل هذا الأمر، بمعنى هل سيذهب في نهاية الوفد وفد إسرائيلي تقني إلى القاهرة لبدء مفاوضات حول صفقة التبادل. حينها يمكن أن نستنتج بأن الأمور ربما جرى احتواؤها أو على طريق الاحتواء، وإذا ألغي هذا الأمر قد يكون أن هناك ربما أزمة أعمق بين الجانبين. أيا كان، في إسرائيل قلقون من هذه التطورات رغم أنها مسبوقة، بمعنى جرى أكثر من مرة بأن فتح جنود مصريون النار على جنود إسرائيليين في السابق، لكن هذه المرة الأولى منذ بدء الحرب وفي رفح بالذات. ما يقلق إسرائيل أكثر هو مفاعيل المجزرة التي سبقت هذا الموضوع في رفح عمليا، مفاعيل ذلك دوليا ولجهة محكمة العدل. زياد، هنا أيضا يثار السؤال حول المواقف الإسرائيلية. نتنياهو يصف بأنها خطأ كارثي، في حين الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث بأنها عملية استهداف لقياديين في حماس. كيف يتم التعامل إسرائيليا مع التضارب في المواقف بين الجيش ونتنياهو؟ هو ليس تضاربا بالضرورة، وإنما فهم إسرائيلي متأخر بأن عواقب هذا الموضوع ستكون ربما ثقيلة على الإسرائيليين. بعد شهر تماما تجري جلسة إضافية لمحكمة العدل الدولية، قد تصدر أمرا ليس بوقف العملية في رفح بل بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والذهاب إلى مجلس الأمن وما إلى ذلك. لهذا رأينا نتنياهو يتحمل جزئيا المسؤولية بالحديث عن أنه خطأ كارثي. نعم. وقبل ذلك النائب العام
العام العسكري لأول مرة لم نسمع هذه النائب عمليا منذ بدء الحرب تتحدث للمرة الأولى اليوم تقول بأنها تجري تحقيقا فيما حدث بالنسبة لمجزرة رفح. هذا يدلل على قلق إسرائيلي حقيقي من تبعات ما حدث. نعم، أرجو أن تبقى معي زياد لأعود إلى مراسلنا أسامة الكحلوت من قطاع غزة لنسأل أسامة عن الأوضاع غير ما جرى في رفح وتداعيات هذه المجزرة على النازحين وعلى المواطنين. هل هناك ما يرصد في شمال القطاع ووسطه؟ نعم، حتى هذه اللحظة ضربات متواصلة ولكن بوتيرة أخف بعد المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها إسرائيل في منطقة مدينة رفح جنوب قطاع غزة. استمرت هذه الضربات حتى بعد قصف الخيام في مدينة رفح في أكثر من مكان في منطقة مخيم النصيرات. هنا الاستهدافات كانت لمجموعة من المواطنين بالإضافة لمنازل في مخيم النصيرات، أيضا في نفس التوقيت الذي قصفت فيه طائرات هذه الخيام قصفت منازل في المنطقة الغربية في مدينة رفح. نتحدث أيضا عن تركيز الضربات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة على أحياء العجارمة، عتد الزعتر، بئر النعجة، هذه مناطق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة متواصلة. نتحدث عن سقوط أكثر من 65 ضحية ساعات هذا اليوم حتى هذه اللحظة في ضربات متفرقة سواء كانت في منطقة الجنوب أو الشمال، وأكثرها كان سقوط للضحايا في منطقة الجنوب وتحديدا في المجزرة ارتكبتها إسرائيل في منطقة مدينة رفح جنوب قطاع غزة. الملف الأبرز يعني حتى هذه اللحظة في قطاع غزة الآن هو عدم دخول المساعدات وعدم إدخال الوقود إلى قطاع غزة. نتحدث عن أزمة باتت تتكشف ملامحها حقيقة سواء على صعيد المستشفيات أو على صعيد محطات تحلية المياه. لم يدخل الوقود إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة بالقدر الكافي خاصة المؤسسات العاملة سواء في المجال الطبي أو في المجال الإغاثي. نتحدث على توقف مولد الكهرباء الأساسي اليوم في مستشفى شهداء الأقصى. أشكرك مراسلنا أسامة الكحلوت، كنت معنا من قطاع غزة. أعود إلى مديرة مكتب الحدث في مصر رندا، ما المتداول مصريا حول تأثير مجزرة رفح والحادث الأخير بين الجانب المصري والإسرائيلي على مسار المفاوضات وتحديدا الدور الوسيط المصري؟ نعم، دعيني أقول لك بداية أن هناك استياء شعبي كبير جدا مما يحدث منذ البداية، وطبعا تفاقم أو تزايد هذا الاستياء من بعد احتلال إسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني ورفع العلم ودخول محور فلادلفيا، واليوم بعد هذا الحادث أيضا تزايد هذا الشعور، وهذا ربما ما نراه منعكس في التصريحات من المصادر الأمنية من تحذير بالمساس بأي عناصر أمنية على الحدود، وأيضا من ضرورة انسحاب إسرائيل من هذا المحور وإيقاف عملياتها العسكرية. على الجانب الآخر، إذا كنا نتحدث عن استئناف المفاوضات أو لن نقول استئناف ولكن إعادة إحياء المفاوضات، مصر بتقوم منذ البداية بدور الوسيط، وربما يعني ما أثرته إسرائيل أيضا من إلقاء التهم على الجانب المصري بأنه غير أو ما قيل في الإعلام عن تغيير الورقة التي قدمت إلى حماس، وأيضا تم دحض كل هذه المقولات، ربما هذا أيضا يعني بيؤثر بعض الشيء. ولكن دعيني أقول لك أن مصر ماضية في دورها في كوسيط، لأن الهدف هو إيقاف إطلاق النار، حل الدولتين، إعادة الإعمار، كلها هذه الأهداف متفق عليها ومصر بتراعيها منذ البداية. ولكن سواء بهذه الحروب الإعلامية أو التصريحات التي تثير الدور المصري وأيضا الوسطاء، يعني بتؤدي إلى تراجع هذه الخطوات التي ممكن أن تمضي قدما في تحقيق أي إنجاز أو أي عملية تبادل رهائن وإيقاف إطلاق النار. إذن مصر ستمضي في هذا الدور الذي قامت به منذ البداية وتقوم به منذ سنوات، ولكن بيبقى عدم تأكيد وصول أو عدم
تم تأكيد حتى هذه اللحظة وجود أي وفد إسرائيلي غدا، كما ذكر زميلي زياد لا يوجد أي تأكيدات هنا في مصر حول هذه النقطة تحديدا، ولكن نتوقع أن مصر ستقوم بهذا الدور لأنها عازمة على إنهاء هذه الحرب وإعادة الإعمار وحل الدولتين، وهذا ما تتفق حوله أيضا كافة الدول العربية. طيب زياد أختم معك، ودائما في شق المفاوضات بعد عودة رئيس الموساد من باريس، هل هناك حديث إعلامي عن تبلور المقترح الإسرائيلي الذي ينوي الجانب الإسرائيلي اقتراحه في هذه المفاوضات؟ من المفروض وفق الإعلام الإسرائيلي أن يسوقه غدا إلى القاهرة، أن يسلمه للوسطاء عمليا، لكن ليس واضح المعالم، وإن كان لن يحتوي على الأرجح مفاجآت حقيقية. ربما نقطة الليونة بين مزدوجين الإسرائيلية الممكنة بالنسبة لنتنياهو تحديدا هي قضية عدد الذين ستطلق حماس سراحهم في المرحلة الأولى. نتنياهو كان مصرا على 33 أحياء، حماس قالت 18 والباقي جثث. ربما في هذا الموضوع قد يتنازل، ولكن الأمر الآخر الذي يبقى عقبة أساسية هو قضية رفض إسرائيل وقف الحرب في انتهاء مراحل هذه الصفقة. عمليا هناك اتهامات من وزراء لنتنياهو بأنه يعرقل هذا الموضوع، وعليه لا يوجد تفاؤل كبير في إسرائيل حيال إمكان التوصل لصفقة تبادل. أشكرك من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، والشكر موصول إليك أيضا من القاهرة مديرة مكتب الحدث رندا أبو العزم. وللحديث أكثر أيضا نفتح نقاش مع ضيفي من القاهرة، معنا مدير المركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، من القدس المحلل السياسي شلومو جانور، أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من القاهرة وحول هذه المصادر التي تحدثت للحدث عن الاشتباك أو ما يوصف بالاشتباك الذي جرى بين الجانب الإسرائيلي والجانب المصري، عندما يقول الجانب المصري بأن عنصر الأمن تعامل مع الظروف التي سادت تلك الحادثة، ما المقصود بالتعامل هنا، وما المتوقع أيضا من نتائج التحقيقات والرد الفعل المصري؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللضيف العزيز وللسادة المتابعين جميعا. أعتقد أن الوقت مبكر كي يعني يمكننا أن نستشرف ما يمكن أن يخرج من التحقيق الذي أعلن الجيش المصري أن الجهات المعنية والمختصة بدأت فيه بالفعل عقب الحادث مباشرة، لكن يمكن أن نتصور التحذيرات المصرية المتكررة والمتتالية والتي خرجت أكثر من مرة بشكل علني من القاهرة تحذر الجانب الإسرائيلي من التواجد بقوات عسكرية في هذه المنطقة التي تمثل نقاط أكثر اقترابا من الشريط الحدودي. التقديرات المصرية كانت تدرك وهي تطلق هذه التحذيرات وكررتها أكثر من مرة أن في ظل هذه الحالة المتوترة وحالة الهستيريا من جانب القوات الإسرائيلية والانفلات الذي عبر عن نفسه في أكثر من موضع سابق، أن يكون هناك خطر حقيقي يمكن أن ينتج حوادث مثل هذا الحادث الذي نحن بصدده اليوم. وفق الرواية المصرية الأولية التي تابعناها هي تتحدث عن اشتباك ما بين الجيش الإسرائيلي وبين أحد عناصر المقاومة داخل قطاع غزة، وتبادل النيران دفع العنصر الأمني المصري لأن يتعامل مع هذا التهديد. هذا أمر أعتقد أنه أقرب للواقع بشكل كبير. عمليات تبادل إطلاق النيران ما بين الجيش الإسرائيلي وبين عناصر المقاومة يتم على مدار الساعة طوال الأيام السابقة وفي أماكن عديدة وأماكن متعددة. الوصول الإسرائيلي والدخول بالقوات في هذه المناطق الحساسة والأكثر اقترابا
أفضل من الجانب الفلسطيني على وجه التحديد قبل أن يكون مع الشريط الحدودي هو الذي من الممكن أن ينتج أخطاء عسكرية من هذا النوع، وهو الذي يجعل استخدام السلاح واستخدام الرصاص منفلتا على هذا النحو. أتصور أن العنصر المصري كان من الواجب عليه أن يتعامل ووجه نيرانه طالما أن هناك تهديد استشعره للمنطقة التي يتواجد فيها. هذه نقاط أعتقد أن التحقيق المصري سيقف على ملابساتها بشكل كبير، لكن في النهاية النتيجة تؤكد أن التحذيرات المصرية السابقة كانت في محلها، وأن التأكيد المصري على أن تتحلى القوات الإسرائيلية بقدر من الرشد وتغادر هذه المنطقة وتتخلى عن مسألة المضي قدما في كل المناطق كما يدعي القيادات الإسرائيلية، أعتقد هذه مكامن للخطر ومزالق عديدة. من الممكن أن ينزلق الجانب الإسرائيلي ويرتكب خطأ كبيرا وحساسا ودقيقا مثل الحادثة التي وقعت اليوم. طيب سيد شلومو، يعني في أي إطار يمكن وضع ما جرى اليوم بين الجانب الإسرائيلي والمصري على الحدود، ولماذا أيضا في البداية تم سحب الخبر من قبل إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران نحو جنود إسرائيليين؟ لا أعرف ما هو السبب لعدم قيام إذاعة الجيش بسحب هذا الخبر، ولكن مما يجب الارتكاز عليه هو البيان الذي صدر عن الناطق العسكري الإسرائيلي، وهو ما يلزم في بداية الأمر. مع كل الاحترام للزميل من القاهرة، هو سبق الأمور واستخلص العبر ووصل حتى إلى استنتاج، ولكن علينا نترك الأمور للتحقيق المشترك. نعم، التحقيق مشترك جاري بين الجانبين الإسرائيلي والمصري في ملابسات الحادث لمعرفة ما تم بالتفاصيل. هناك ثقة متبادلة، هناك نظام معمول بين الطرفين، هناك سوابق سابقة في الماضي آخرها قبل عام حادث من هذا النوع عندما أطلق جندي مصري النار باتجاه جنود إسرائيليين وأرداهم قتلة، وبرغم من ذلك تم التحقيق المشترك واستخلصت العبر، ولذلك لا استثني أن مثل هذه التحقيقات المشتركة واستخلاص العبر المشتركة وتطبيقها فعلا على الأرض ستتم أيضا في الحادث المؤسف الذي تم ظهور اليوم. هذا من جهة الروتين المتبع بين الجانب الإسرائيلي والجانب المصري، وأيضا التفاهمات القائمة بعدم المس بمعاهدة السلام، بعدم المس باتفاقات وملاحق الأمنية، خاصة وأنه مضى 45 سنة على معاهدة السلام وهناك مصالح مشتركة مصالح استراتيجية، ولا أحد سواء في القاهرة أو في القدس يريد أن يضحي بها بسبب مثل هذا الحدث المؤسف الذي وقع ظهور اليوم. سيادتي العميد، سيادة العميد، سيد شلومو يقول ويركز عن التحقيقات المشتركة بين الجانب المصري والإسرائيلي وما الذي سيترتب عنها. إذا ما سلمنا أمرا بأن هناك أيضا تحقيقات من الجانب المصري، هل يمكن أن تغير مجرى المعادلة وبالتالي لا يتم حصر أو احتواء هذه الحادثة مثلما يسوق الجانب الإسرائيلي؟ يعني أعتقد أن الجانب الإسرائيلي يسوق لأن الحادث يمكن احتوائه، وأن الجانب الإسرائيلي كما أشار المراسل من القدس منذ دقائق حول الاتصالات المكثفة من القيادات الإسرائيلية للجانب المصري عقب وقوع هذه الحادثة. أتفهم هذه النقطة تماما، وأعتقد أننا ما قدمناه منذ دقائق هو قراءة أولية وليس تحليلا ولا استخلاص نتائج ولا
وصول إلى المدى الأخير. لا أعتقد أن التحقيق الثنائي ما بين الدولتين أو ما بين الأجهزة بالأخص الأجهزة المعنية من الدولتين سيخرج بكثير من النقاط المهمة، وأعتقد أنه سيسهم أيضا في منع تكرار هذا الحادث بشكل كبير. أتفق مع سيد شلومو في جزئية أن الدولتين لديهما الرغبة في أن تحتفظ بعلاقات جيدة ما بين الجانبين، خاصة وأن الموضوعات المشتركة بينهما عديدة وكثيرة. لكن في نفس الوقت يجب أن نذكر بأن الفصل الأخير الذي تنتهج إسرائيل تحت ذريعة مطاردة حماس ومطاردة العناصر المقاومة وغيرها بها قدر من الانفلات، عدم الانضباط، لا تقوم بالتنسيق مع الجانب المصري على الإطلاق. هي تحاول أن تصور بأن الحرب على قطاع غزة ليس لها ضوابط وأنها مفتوحة في كل الاتجاهات. هذه أمور أعتقد أنها تضر بهذا الشكل المنضبط الذي أشار إليه أستاذ شلوم. سيادة العميد، أنت تتحدث وسيد شلوم يلوح برأسه، يبدو أنه معترض على بعض النقاط التي تطرقت إليها. ولكن قبل ذلك سيد شلومو، البعض يقول بأن الجانب الإسرائيلي أيضا من مصلحته إبقاء هذا التوتر قائما مع الجانب المصري لبقاء التنسيق معلق، وبالتالي استمرار العمليات على محور فيلادلفيا وفي الحدود التي من الممكن عدم المساس بها إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، أعتقد أنه ليس هذا هو الموقف الإسرائيلي. إسرائيل تحافظ، أنا أنقل لك وجهة نظر، إسرائيل تحافظ على التنسيق، وهذا أكبر دليل على الاتصالات التي جرت فور وقوع الحادث. نتحدث هنا سيد شلوم تحديدا عن التنسيق فيما يتعلق بمعبر رفح. لا نتحدث عن معبر رفح، ولذلك تمت على الفور فور وقوع الحادث الاتصالات على أعلى المستويات الأمنية وأيضا العسكرية، بالإضافة طبعا إلى اللجان الدورية التي تعقد أسبوعيا اللقاءات. بالنسبة للشق الأول والذي تناوله ضيف العزيز من القاهرة، إسرائيل قبل الشروع بالعملية في رفح كانت على اتصال على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية بين الجانبين، أطلعت الجانب المصري على تفاصيل الخطة الإسرائيلية، أبلغت إسرائيل أبلغت مصر قبل 3 أسابيع قبل بدء العملية، عملية الدخول واقتحام منطقة رفح، كانت الجهات المصرية على علم مسبق بهذا، ربما بساعات ليس بأيام. وأيضا هناك أيضا اطلعت وأخذت إسرائيل بالحسبان مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تقع. نحن في بصدد حرب، بصدد قوات متعددة، بصدد جهات مختلفة تتصادم فيما بينها، ليس مع القوات المصرية، أعني بذلك مع الجهات الفلسطينية. ولذلك تم تحديد على الخرائط بصورة مضبوطة أين اتجاه إطلاق النار، ما هي الزوايا، ما هي المسافات التي يمكن أن تكون بعيدة عن خط الحدود، بعيدة عن المواقع المصرية، لكي لا تقع لا سمح الله إصابة في الجانب المصري أو حتى قذيفة إسرائيلية تعبر الأراضي المصرية. إلى هذه الدرجة من الحرص، إلى هذه الدرجة. لكن سيد شلومو، يعني ما تقوله، يعني الدرجة القصوى من الحرص التي تتحدث عنها، كان بإمكان هذا الحرص أن يجنب الجانب المصري والجانب الإسرائيلي الحادثة التي جرت اليوم، وهو ما لم يحدث. وبالتالي هذا ما يؤكد التقارير التي تحدثت عن دخول الجانب الإسرائيلي بعمق أوسع في محور فيلادلفيا.
القوات ليس هناك أي قيود بالنسبة لدخول القوات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة، خاصة وأنها منطقة قتال، عندما وهذا هو بعلم، بالرغم من الاتفاق، وربما الزميل من القاهرة سيادة العميد سيشير طبعا إلى البروتوكول الأمني وإلى آخره، ولكن نحن بصدد الحرب، ولكن إسرائيل تراعي بروتوكولات الحرب. الطرف المصري على اطلاع للأهداف الإسرائيلية، وهي أيضا تشارك المصالح المصرية، ربما ليس بصورة علنية، ولكن هي مواجهة حماس سد الأنفاق التي قد تتواجد في جانب في قطاع غزة، وذلك لمنفعة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، لكي لا تتحول لا سمح الله سيناء من جديد بؤرة إرهابية. علينا أن نذكر بأن التعامل والتنسيق الذي أشرت إليه قائما، لولا هذا التنسيق لكانت لا سمح الله مصر لا تزال تواجه البؤر الإرهابية في سيناء لولا التعامل. طيب، تعود دائما سيد شلومو لنقطة التنسيق التي تحدثت عنها، ولكن أنا أشرت هنا عن المعلومات التي جاءت من القاهرة فورا وقف التنسيق مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص مرور المساعدات عبر معبر رفح. على كل، ابقى معنا، أعود إلى ضيفي سيادة العميد خالد من القاهرة. أرحب بك مجددا بالحديث عن ضيفي من تل أبيب، يقول بأنه من القدس. طيب، يقول بأنه هناك يعني جانب كبير من الحرص بين والتنسيق المضاعف بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي في المعبر. هل تعتقد هذا ما يجري فعليا، مع العلم بأنه الجانب المصري كان تحدث عن وقف التنسيق مع تل أبيب فيما يتعلق بالمساعدات بعد دخولها ورفع علمها هناك؟ يعني أعتقد أن هذه معلومة ليست صحيحة. الجانب المصري أعلن منذ سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني بأن القاهرة ترفض التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في عملية إدارة المعبر أو استخدامه في دخول المساعدات، باعتبار أن هذا التواجد الإسرائيلي هو تواجد غير قانوني واحتلال مرة أخرى، وينسف اتفاقية المعابر التي هي إحدى الملفات الرئيسية في اتفاقية أوسلو. ولذلك امتنعت القاهرة عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في هذه الجزئية، وكانت هذه الأزمة أزمة معروفة ومعلنة. وبل وعندما حاولت إسرائيل بشكل مغلوط أن تصور بأن مصر هي التي تقوم بتعطيل المساعدات، قامت مصر بنزع هذه الذريعة من يد الجانب الإسرائيلي، وقامت بتوجيه المساعدات مباشرة إلى معبر كرم أبو سالم الذي يستقبل دخول المساعدات منذ 48 ساعة من الآن. وأعتقد أن صباح هذا اليوم الحديث الذي الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في القلب منه، وهو استدعاء لدور أوروبي يأتي كي يلعب دوره مرة أخرى وفق اتفاقية المعابر التي أشير إليها. طيب، أعتقد هو سيادة العميد، لو سمحت لي بعجالة، حل هذه الأزمة. نعم، بعجالة، ما الذي سيترتب عن الحادثة الأخيرة واستمرار أيضا خطورة التواجد الإسرائيلي في عمليته في رفح؟ وهل سيجنب هذا التواجد أي عمليات مماثلة في المستقبل؟ يعني أعتقد أن المؤشرات الإيجابية التي كانت تسود قبل هذه الحادثة المؤسفة بأن عملية التفاوض سيتم استئنافها مرة أخرى، وأن القاهرة ستستقبل الوفود وتبدأ في عملية الاتصالات مرة أخرى من أجل الوصول إلى وقف الإطلاق النار. الجانب الإسرائيلي إن كان جادا بالفعل في الوصول إلى وقف الإطلاق النار يستتبعه عملية تبادل للأسرى، يمكن في هذه المرحلة التحدث عن
تجاوز مخاطر من هذا النوع الذي نحن كنا بصدده اليوم. القاهرة تضغط بكل قوة مع كل الأطراف من الوسطاء ومن الدول الشريكة في هذا المشهد، إن كان الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو بعض من الوسطاء الآخرين، من أجل تجاوز هذه النقطة وفرض هذا الأمر على الجانب الإسرائيلي، وأن يكون هناك تجاوبا حقيقيا من قبل تل أبيب بأن تدخل إلى عملية التفاوض بإرادة حقيقية للوصول إلى هدف رئيسي. من القاهرة كنت معنا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، من القدس المحلل السياسي شلومو غانور، شكرا لكما. إذن مشاهدينا، في ظل غياب للأفق للحل القريب في غزة وابتعاد إسرائيل كثيرا عن مسار المفاوضات ورفضها لأية حلول، قدمت اللجنة الوزارية العربية مقترحا أو خريطة طريق لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها مع دول الاتحاد في بروكسل. النسخة التي حصلت عليها الحدث بشكل حصري تقترح فيها اللجنة الوزارية العربية رؤية عربية مشتركة حول وقف الحرب في غزة والسير نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة. ولتحقيق ذلك تدعو الورقة العربية إلى انسحاب إسرائيلي خلال 21 يوما من وقف إطلاق النار وحسم مفاوضات الوضع الدائم في غضون 6 أشهر. شددت الورقة العربية على وجوب أن تواصل منظمة التحرير صلاحياتها السيادية والحصرية في إدارة ملف المفاوضات، واعتماد وجود قوات دولية لحفظ السلام بقرار من مجلس الأمن. كما تطالب الورقة العربية بأن تتولى المؤسسة الأمنية الفلسطينية مهامها في قطاع غزة في ظل سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، وتطوير هيكلية أمنية إقليمية لضمان أمن إسرائيل، فلسطين وإسرائيل. الحديث أكثر مشاهدينا، ينضم إلينا القيادي في حركة فتح منير الجغوب. أهلا وسهلا بك سيد منير، معنا في 19. قبل الحديث عن مسودة التي حصلت عليها الحدث فيما يخص اللجنة الوزارية العربية، نريد هنا السؤال عن البعثة الأممية من الاتحاد الأوروبي التي ستشرف على معبر رفح والتي تحدث عنها جوزيب بوريل. هل تمت ترتيبات ما مع السلطة الفلسطينية في هذا الخصوص؟ مساء الخير. يعني هذه البعثة بداية كانت موجودة في عام 2005 على المعابر، وكانت ضمن الاتفاقية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. الموضوع ليس إذا كان هناك ترتيبات مع السلطة الفلسطينية أو لا، هو تحدث وقال بأنه لا يمكن أن يعودوا إلا أن يكون هناك ترتيبات ما بينهما وما بين السلطة الفلسطينية ومصر والإسرائيليين. بالتالي يعني الحديث موجود، ولكن السؤال هل نتنياهو سوف يسمح لهذه الاتفاقية أن تعود من جديد، وهو الذي يتحدث عن إدارة معابر يعني بطريقة العصابات وليس بطريقة دولية وطريقة محترمة. هو يريد جانب فلسطيني على معبر رفح، هذا الجانب ليس له علاقة بالسلطة الفلسطينية، لا يتلقى تعليمات من السلطة السياسية لمنظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، لا علاقة له من قريب ولا من بعيد في رواتب هؤلاء العاملين. هو يريد نظام خاص من داخل قطاع غزة وعلى طريقة العصابات لإدارة المعبر بدون أي اتصال لا سياسي ولا حتى مادي ورواتب ولا حتى اتصال من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. هذه الخطة التي وضعها نتنياهو. بالتالي عودة الاتحاد الأوروبي وعودة السلطة الفلسطينية هو شيء سوف يفشل نتنياهو. بالتالي يعني الموضوع بوريل تحدث عن ضوء أخضر من قبل تحدث الاحتلال. سيد منير، بوريل تحدث عن ضوء أخضر من قبل وزراء أوروبيين، وربما قد يكون أيضا ضوء أخضر من واشنطن وبالتالي قبول تل أبيب بذلك. هنا أتحدث عن
الدور الذي ممكن أن تقوم به هذه البعثة؟ ودائما أسأل إن كان هناك معلومات لديكم يعني تم الحديث عنها مع السلطة الفلسطينية تحديدا في نقطة هذه البعثة. السلطة الفلسطينية على اطلاع بذلك، على البعثة وغير البعثة، ولكن أيضا كما ذكر التقرير قبل قليل هناك ورقة عربية شاملة وإسلامية بخصوص موضوع الحل. الموضوع ليس له فقط علاقة بمعبر رفح، نحن بخصوص المساعدات الإنسانية كان هناك بيان صدر عن رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية، تحدثوا فيه عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وكان لا ضير في ذلك من أجل إنعاش الناس وتقديم الخدمات الطبية وغيره، ولكن موضوع معبر رفح هو في شقين، هو شق سياسي وشق إنساني، بالتالي يعني الشقين مربوطين في بعضهما البعض. حتى الحوار الذي دار بيننا وبين الاتحاد الأوروبي أو بيننا وبين الأشقاء في مصر هو له علاقة أيضا بعدم التغافل عن الدور السياسي الذي تبحث عنه إسرائيل. هي تريد معابر تدار لا يكون لها علاقة لا بالسياسة ولا بالنظام السياسي الفلسطيني بشكل كامل. من هنا قلت لك في بداية المقابلة بأن نتنياهو سوف يفشل حتى الضوء الأخضر، ودائما يتعاطى مع المواضيع، لكن عند التنفيذ ينقلب على الولايات المتحدة وعلى حتى شركائه في مجلس الحرب الإسرائيلي. ولا حتى حركة حماس أيضا سيد منير هي رافضة لأي وجود دولي في رفح. وبالتالي نعود هنا إلى الورقة العربية للجنة الوزارية، هي تحدثت عن وجوب أن تواصل منظمة التحرير صلاحياتها السيادية والحصرية في إدارة ملف المفاوضات، وأيضا اعتماد وجود قوات دولية لحفظ السلام بقرار من مجلس الأمن. ما إمكانية حدوث ذلك سيد منير؟ وهل بدأ الطريق يتعبد فعليا نحو يعني إقرار ربما أي خطوات متطورة في هذا الشأن؟ لأن بعد تصريحات وزير الخارجية السعودية مساء هذا اليوم الذي تحدث فيها بشكل واضح من النرويج وقال بأن لا يمكن أن يكون هناك يعني دولة لإسرائيل يعترف بها بدون الدولة الفلسطينية، هذه التصريحات العربية وتحديدا من يعني رأس الدبلوماسية العربية، خلينا يعني نتحدث بذلك، هي تصريحات مهمة وفعلا هي تعبد الطريق لمرحلة عربية من العمل العربي والفلسطيني والإسلامي المشترك باتجاه تحقيق الأهداف الفلسطينية. قبل قليل كان هناك خبر من نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تحدثت فيه عن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارساتها، والآن الدور العربي والورقة العربية أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، كيف لكل هذه القرارات الموجودة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وآخر قرار كان فيها هو إيقاف العملية العسكرية في رفح ولا تستجيب إسرائيل. إذن ما هو العمل؟ الخطة العربية الآن جزء منها هو فعلا فرض عقوبات على نتنياهو ومساندة محكمة الجنايات الدولية بتطبيق القرارات على أرض الواقع. بالتالي يعني هذا الموقف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والأشقاء العرب هو موقف فعلا يعبد الطريق باتجاه البدء بمشوار قد يكون طويل ولكن التأسيس له مهم، قد يكون يريد سنوات ولكن البدء فيه مهم. من هنا يعني هذه الدبلوماسية العربية القوية هي جزء من تطبيق المرحلة القادمة من الورقة العربية. صحيح أن الولايات المتحدة حاولت أن تتجاهل هذه الورقة، ولكن الآن الولايات المتحدة تصطدم بورقة براغماتية طبيعية وسطية معتدلة لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يرفض ما جاء فيها، بالإضافة إلى ذلك أيضا أنها تعمل على حل جذور الصراع. بالإضافة إلى ذلك يعني عشية دخول قرار اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الورقة العربية، ما زخم كل هذا الضغط وما الذي سيترتب عنه؟ هل سربما يقتصر فقط عن وضع واشنطن في حرج دولي دون يعني تفعيل لقرارات واضحة، أم أنه ستغير رؤيتها؟ لا، نحن يعني لا نبحث على أن نحرج أحد،
نحن نتحدث عن حقوق مشروعة لشعب تحت الاحتلال. إذا كانت واشنطن هي تريد أن تحرج نفسها فهذا شأن واشنطن في إحراج نفسها. نحن نتحدث عن حقوق وطنية ومشروعة لشعب تحت الاحتلال. الآن 76 عاما مر على هذا الاحتلال، آلاف القرارات في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وآخرها في الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية دخلت جديد على مضمار القرارات، كل ذلك لا ينفذ، والذي يعطي الغطاء لإسرائيل هي الولايات المتحدة. بالتالي من يحرج نفسه هي الولايات المتحدة بتمسكها يعني بـ 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 بإدارة الصراع مع الفلسطينيين ومع العرب بدون الذهاب أشكرك. إلى حل. بالتالي يعني مطلوب من الولايات المتحدة أن تكون أكثر عقلانية في قبول هذه الورقة ودعمها وفرضها على الاحتلال الإسرائيلي، لأنها هي صاحبة الكلمة العليا على إسرائيل. من رام الله كنت معنا القيادي في حركة فتح منير الجغوب، أشكرك. إذا نشير أيضا مشاهدين إلى هذه العواجل التي تأتي تواليا، نقلا عن مصادر مصرية القاهرة تحذر الوسطاء من أن وجود إسرائيل في رفح ومحور فيلادلفيا سيعطل المفاوضات، وأيضا القاهرة متمسكة بانسحاب إسرائيل من رفح تماما. على كل المشاهدين نعود ونلقاكم بعد دقائق من الآن لنفتح ملفات الساعة الثانية للقاء. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أقوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته،
ما زال العالم مستمرا في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنويا. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جابونا؟ الآن 19 من الحدث. الساعة 19 مشاهدينا، وفي عناوينها: مجزرة رفح يراها نتنياهو حادثا مأساويا، وواشنطن تعلق بيل إسرائيل الحق وعليها أن تحمي المدنيين. مقتل جندي مصري برصاص إسرائيلي، والقاهرة تحذر تل أبيب من المساس بقوتها المنتشرة على الحدود. البعثة الأوروبية تعود لرفح، وبوريل يدعو مجلس الأمن لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل. وسط خلاف أمريكي أوروبي بشأن التعامل مع طهران، الوكالة الذرية تحذر من طموحات إيران النووية. أهلا بكم مشاهدينا. بينما يصف رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجزرة الخيام في رفح بأنها حادث مأساوي، تباينت ردود الأفعال الأوروبية والأمريكية إزاء ما جرى في رفح. فالولايات المتحدة ترى أن لإسرائيل الحق في مطاردة حماس، وبحسب ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، فإن واشنطن فهمت أن هذه الضربة في رفح قتلت إرهابيين رفيعي المستوى من حماس ومسؤولين عن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، بحسب ما قال الناطق الأمريكي الذي أضاف أن الولايات المتحدة تؤكد على إسرائيل ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط قتلى مدنيين. أما مسؤول شؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقد أدان بأشد العبارات الضربات الإسرائيلية على خيام النازحين، مؤكدا أنه من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية على النازحين في رفح فلا بد من تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بتعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طالب مجلس الأمن ببحث تنفيذ قرار المحكمة الدولية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هو الآخر طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي، منتقدا عدم وجود مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين. Thank you.
تحول هذا المكان إلى جحيم على عشرات العائلات الفلسطينية التي نزحت من مناطق شمال قطاع غزة إلى مناطق الجنوب باعتبارها منطقة آمنة. هذه المنطقة هي منطقة مواصي مدينة رفح، والتي قال الجيش على أنها منطقة آمنة وامتداد للمنطقة الآمنة انطلاقا من مدينة خان يونس. ولكن تفاجأ السكان في هذه المنطقة، والذين جميعهم نصبوا خيامهم من ألواح الصفيح ومن الأقمشة، نصبوا خيامهم على أساس أن هذه المنطقة، تفاجأوا بأن هذا المكان غير آمن بالصواريخ الإسرائيلية التي قصفوا فيها فجر هذا اليوم، وسقط أكثر من 40 ضحية وعشرات الإصابات في هذه المنطقة التي قصفها الجيش الإسرائيلي. قبل لحظات من أني أدخل كنت جايب حطب، هذا المكان اللي أنت شايفه قبل لحظات بس انحرقوا كل الناس اللي هان، البياعين والناس المارة، شهداء مرمية والناس مقطعة. أنا طلعت من براكس لقيت شاب يعني مقطوع راسه، ولد مقطوع رجله، يعني كان الناس بتطلع من البراكسات بتنحرق وبتطلع برا بتقول انقذونا انقذونا انقذونا، ما حدش قادر يوصل لهم ولا حدا قادر يعمل لهم أي شغل، الناس بتنحرق وما حدش قادر يوصل لهم. فهذا دفع السكان الآن إلى عملية الرحيل والنزوح من هذه المنطقة بعدما لحقتهم الصواريخ وقتلتهم وهم داخل خيامهم في منطقة مواصي مدينة رفح. زي ما انتم شايفين هنا بننزح مش عارفين ولا نروح، يعني فيش مكان آمن صار، تبعتونا أماكن آمنة وفيش مكان آمن صار، هذا مش مكان آمن قالوا لنا، هذا مش مكان آمن، وين المكان الآمن؟ فيش شيء مكان آمن. بدي أرجع الدار، بدي أرجع منطقة الحرب وأحضر حالي للموت. هنا الأطفال يحاولوا البحث عما ينفعهم خلال الأيام المقبلة بعد انقطاع المساعدات على كل سكان قطاع غزة بسبب إغلاق معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم التجاري. هنا في هذا المكان اشتعلت النيران في الخيام، واشتعلت النيران أيضا في أجساد الأطفال والنساء الذين كانوا نيام في ساعة متأخرة من فجر هذا اليوم. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من منطقة المواصي غرب مدينة رفح. مشاهدينا، ينضم إلينا مراسلانا من واشنطن مديرة مكتب الحدث نادية البلبيسي من بروكسل، مراسل الحدث نور الدين الفريضي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك نادية، البيت الأبيض بعد حادثة رفح قال بأنه يتواصل بشكل فعال مع تل أبيب ومع الشركاء لتقييم نتائج ما حدث، هل من معلومات حول ما توصل إليه الجانب الأمريكي؟ ربما من المبكر الحديث عن أي نتائج ما قاله متحدث باسم مجلس الأمن القومي للحدث. في الواقع بأن الولايات المتحدة ستجمع المعلومات من إسرائيل، هي دوما تقول بأنه عندما يكون هناك حادث، وهذا ليس الحادث الأول، كانت هناك حوادث كثيرة في السابق، تقول بأن إسرائيل أولا لديها آلية للتحقيق، وهي تثق في أن بإمكانها بالفعل أن تصل إلى نتائج وأن يتم معاقبة أولئك الذين كانوا، إذا كانوا مسؤولين عن هذه الحادثة أم لا. لكن كما تعرفين هي ترفض أن يكون هناك أي تحقيق دولي مستقل وشفاف، وهناك دوما في الواقع يعني شكوى بأن لا يمكن لإسرائيل أن ترتكب الجريمة وأن تقوم بالتحقيق في حادث هي التي ارتكبته، وأن تكون هي القاضي وأن تكون هي المحامي وأن تكون هي المشرف على كل ما يحدث هناك. ولكن الإدارة كما تعرفين تدعم إسرائيل في المحافل الدولية، تدعم إسرائيل عندما يكون هناك في الواقع أي نوع من هذه الحوادث اللي هي تحدث يوميا، لكن عندما نرى حادث مثل الأمس أن يكون هناك ضحايا 45 تقريبا أو ما شابه وأن يحرقوا في داخل خيامهم، طبعا هناك سيكون هناك احتجاج أمريكي، لكن هل هو كاف لتغيير النتائج؟ الجواب أكيد لا، لأنه أنا أعطيك الجواب من خبرة، عندما أنا أسأل يعني جون كيربي أو كارين جامبير أو غيرهم أو حتى جاك سيلفان مستشار الأمن القومي، الجواب معروف يعني، ولا هناك تغيير على الإطلاق في النبرة الأمريكية سوى الإدانة. وأيضا من حق إسرائيل أن تتابع عناصر حماس، وأشارت اليوم بأن إسرائيل قامت بقتل مقاتلين من قيادي حماس بالصف الثاني أو الصف الثالث، يعني لا يوجد هناك تحديد. طيب ابقي معي نادية لننقل أيضا ردود الفعل الأوروبية، معك نور الدين. وفور
ما جرى في رفح. كان هناك تصريحات لبوريل وحتى تحدث عن تفعيل البعثة الأممية الأوروبية. ما الذي يثار حول ذلك وهل هناك إجماع أوروبي؟ لو سمحتي أن نوجز بعض الشيء ولو بعجالة. تفضل تفضل. نتيجة المشاورات بين الجانبين العربي والأوروبي البارحة في مبادرة نرويجية سعودية، واليوم في اجتماع للجنة الوزارية العربية والاتحاد الأوروبي، الجانب العربي قدم خطة تتضمن خطوات متزامنة قابلة للتنفيذ تمكن تنطلق من وقف فوري لإطلاق النار حتى تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل. فالخطة العربية كانت قابلة للتنفيذ. الجانب العربي أقنع حتى أنصار إسرائيل أو من يمثل إسرائيل حول الطاولة الأوروبية من أن هناك آليات أمنية إقليمية وأن هذه الخطة بمجملها تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق دولته المستقلة، وأيضا تستجيب لمخاوف إسرائيل وتطمئن إسرائيل حول أمنها وتطمئن الدول الغربية التي تستخدم دائما أمن إسرائيل ذريعة للانحياز إليها. طبعا الموقف من رفح وما يجري في رفح كان موقف اليوم بارز جدا من جانب جوزيف بوريل وعدد أيضا من الوزراء، وزيرة الخارجية البلجيكية، الإيرلندي، الإسباني، السلوفيني، عدد من الوزراء استنكروا أدانوا ما حدث في رفح، خاصة وأن هؤلاء الذين قتلتهم إسرائيل البارحة في الخيام هي نقلتهم، يعني إسرائيل هي التي طالبت منهم أن يخلوا أماكنهم أماكن وجودهم نحو هذه المنطقة التي ظنوها آمنة، وهو ما جعل جوزيف بوريل أو رئيس المجلس الأوروبي رئيس القمة شارل ميشيل يقول بأن لا مكان آمن للاجئين في قطاع غزة ككل. ومن هنا أيضا هذا الاستنتاج من أن إسرائيل تتجاهل تماما قرارات محكمة العدل الدولية، وقد آن الأوان في نظر جوزيف بوريل بأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته وأن ينظر في سبل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. هذا ما قاله حرفيا في مؤتمره الصحفي. هناك مسألة مهمة للغاية تتعلق ب طيب الجانب العربي قدم وجهة نظر شاملة موحدة، ماذا بالنسبة للأوروبيين؟ نعم الأوروبيون لا يزالون منقسمون في نقاط عدة، والاتحاد الجانب العربي اقترح على الاتحاد الأوروبي إدماج بعض الأفكار الأوروبية والعربية لعقد مؤتمر سلام حول عنوان كيفية تنفيذ حل الدولتين بالنسبة لإنهاء هذا النزاع. هذه الفكرة يتم العمل عليها في تصوري أن اللجنة العربية جزء منها سافر إلى مدريد برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وكذلك وزير خارجية الأردن ورئيس الوزراء الفلسطيني سافروا إلى مدريد، ومدريد يوم غد ستعلن رسميا الاعتراف وستسمح يوم غد برفع العلم الفلسطيني فوق سفارة فلسطين في مدريد. ربما هذه المشاورات الجارية بين الجانب العربي وإسبانيا قد تتمخض عن شيء ملموس يتعلق به هذه الفكرة، فكرة عقد مؤتمر سلام تحضيري حول كيفية تنفيذ حل الدولتين. بعجالة مسألة إرسال الاتحاد الأوروبي أو تنشيط مهمة رفح لمراقبة الحدود، هذه مسألة حصل فيها جوزيف بوريل على الضوء الأخضر أو الموافقة السياسية، لكنها ترتبط أولا وقبل كل شيء بموافقة إسرائيل، وإسرائيل تقوم بحرب في قطاع غزة، بموافقة مصر وبموافقة السلطة، والسلطة لم تعد بعد إلى قطاع غزة، وبالتالي الأمر نعم سياسيا مهم للغاية في هذه المرحلة، يقتضي التحذير ولكن يقتضي أولا وقبل كل شيء انتهاء الحرب. الكلمة الأخيرة أن الاتحاد الأوروبي ككل أوصى اليوم بضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، تسريح عوائد السلطة الفلسطينية التي تحجزها، وثالثا التوقف عن التحرش بأنروا، ودعوة مجلس الشراكة الإسرائيلية الأوروبي إلى الانعقاد حول هذه المشاكل القائمة. تفضلي. أعود إليك نادية ونسأل هنا عن كيف ترقب واشنطن كل هذه الخطوات الأوروبية سواء فيما يتعلق بمساندة قرارات محكمتي العدل والجنائية في مسار حل الدولتين، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الواقع ماريا، واشنطن ترفض الموقف الأوروبي جملة وتفصيلا. أولا بالنسبة للاعتراف بدولة فلسطين، كان هناك حديث على أن الإدارة أرسلت مسؤولين كبار في علم مستوى للتشاور مع الدول الثلاث قبل الإعلان الرسمي عن الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها لم تستطع أن تثنيهم عن هذا الاعتراف. في نفس الوقت جاك سوليفان قال لنا قبل 3 أيام أعتقد بأنه هذا هو قرار سيادي يعود للدول، وأن الولايات المتحدة موقفها معروف، وهي أن الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع هو تفاوض مباشر بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية. رغم أنني سألته في الواقع إذا كان إسرائيل نفسها ونتنياهو يقر بأنه لا يريد دولة فلسطينية واعتبرها مكافأة لحماس حاليا، كيف يمكن التقدم إلى الأمام، وكيف يمكن لهذه الدولة إذا تحدثت عنها الولايات المتحدة سواء كانت مسودة لخطة سلام أو خطة طريق إلى الأمام، كيف يمكن أن تتحقق؟ لا يوجد هناك جواب. هناك إدانة واضحة للمحاكم الدولية سواء كانت الجنائية أو محكمة العدل، وحتى الموقف متشدد أكثر في الكونغرس. الكونغرس يريد أن يفرض عقوبات على المحاكم الدولية التي تلاحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي ترى بأنه لا يمكن المساواة بين حماس وبين إسرائيل، وهي تقول بأن إسرائيل لديها الآلية القضائية والقانونية للتحقيق فيما يجري، وبأنها بالدرجة الأولى هي التي فرضت عليها هذه الحرب. هذا هو الخط الأمريكي المعروف منذ بداية الهجوم على غزة حتى الآن، لم يتغير في الواقع. أحيانا نرى توتر كبير بين الرئيس وبين نتنياهو، وطبعا قرار واشنطن بتعليق إرسال شحنة أسلحة فقط، هي كانت قنابل تزن 2000 باوند كما إذا كنت تذكرين، لكن غير ذلك لا يوجد هناك أي تغيير في الموقف الأمريكي، سوى إحباط أكيد من نتنياهو ومواقف نتنياهو التي لا تستجيب للإدارة، لكن الإدارة تتعامل مع نتنياهو وكأنه هو الذي يعطي الأوامر للولايات المتحدة، وكأنه هو الذي يخوض هذه الحرب بأسلحة إسرائيلية وليست أسلحة أمريكية. وكما تعرفين هذه سنة انتخابية بامتياز، وبالتالي كل قرار تأخذه الإدارة هو قرار محسوب. وربما نادية أيضا ما أشرت إليه في الأخير مهم للغاية فيما يخص يعني عدم انصياع نتنياهو، يعني البعض يقول بأنه حتى الإدارة الأمريكية الآن أصبحت تفضل التعامل مع غانتس ومع شخصيات أخرى غير نتنياهو. صحيح. وغانتس زار واشنطن قبل فترة والتقى مع جيك سوليفان ومع وزير الخارجية ووزير الدفاع وغيرهم. هذا ليس سرا أصلا، العداء بين نتنياهو والإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد كلينتون وواي ريفر، في عهد الرئيس طبعا أوباما، واستمرار في بناء المستوطنات التي تعتبرها الإدارة عقبة في طريق تحقيق الدولتين، وطبعا في عهد الرئيس بايدن الذي كان أول رئيس أمريكي يذهب إلى إسرائيل ويحضن نتنياهو ويقدم له الدعم السياسي والعسكري وكل ما أراده في الواقع، وذهب إلى منطقة حرب، لكن هذا لم يترجم على أن هناك تعاون أو تنسيق أمريكي إسرائيلي، وخصوصا في المطالب الأمريكية. طيب أختم مع نور الدين، يعني ما المثار أوروبيا نور الدين وردود الفعل حول الخطوات الأوروبية الأخيرة؟ هل هي تأتي فقط في إطار الضغط على الجانب الإسرائيلي، أم هناك رغبة فعلية لأن تلتحق دول أوروبية أخرى بهذه الخطوات؟ لا، هناك رغبة حقيقية للتقدم نحو تجسيد مسار حل بناء الدولة الفلسطينية والوصول إلى حل الدولتين. من خلال ما نلاحظه الآن، هناك زخم سياسي ودبلوماسي سواء كان على الصعيد العربي أو الأوروبي أو الصعيد العربي الأوروبي الدولي. هناك 143 دولة اعترفوا في الجمعية العامة بعضوية فلسطين في عضوا في الأمم المتحدة، يبقى أن مجلس الأمن لم يقم بذلك. إلى جانب هذا، يجب أن لا نستهين إطلاقا بأهمية قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الجنائية الدولية. وثالثا، هناك مسار الاعترافات، وهناك معركة الرأي العام التي خسرتها إسرائيل على الصعيد الدولي ككل، وهذه الشبيبة
في أوروبا وفي أمريكا وفي دول أخرى تتظاهر كل يوم على مدى أشهر ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلى أي مدى يمكن لحكومة متطرفة مثل حكومة نتنياهو الصمود أمام كل هذا الزخم؟ هذا ما سنراه إذا ما ظلت إسرائيل حسب قول دبلوماسي رفيع المستوى في غضون اليوم للحدث، إذا ما ظلت هذه الحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو ترفض التفاعل الإيجابي مع هذا الزخم السياسي والدبلوماسي والقانوني، فإن دولا أوروبية أخرى ستعترف بدولة فلسطين في مستقبل قريب، وبالتالي إسرائيل ستجد نفسها في كل يوم في موقع العزلة. هل يتحمل الإسرائيليون ذلك أم لا؟ الجواب طبعا لديهم وفي تقدير لها. أنا أشكرك جزيل الشكر من بروكسل مراسل الحدث نور الدين الفريدي، كما أشكر أيضا مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي. وينضم إلينا من واشنطن مشاهدينا مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر. أهلا وسهلا بك سيد ديفيد معنا في 19. لنبدأ من مسار المبادرات الأوروبية المتلاحقة، كيف تنظر له واشنطن، وهل سيفلح في الأخير في الضغط على واشنطن دوليا؟ طب مساءك ومساء مشاهديك. ما حدث في رفح هو مأساة مروعة يتفق عليها الجميع، وأعتقد أنه حتى اليوم فإن الجهود التي يبذلها الأوروبيون للضغط على إسرائيل أو ثني واشنطن عن دعم إسرائيل لم تكلل بالنجاح، وأعتقد أنه سيستمر هذا الوضع على الرغم من أننا نصل إلى مرحلة ترى فيها واشنطن أنها لم تتمكن من جعل عملية رفح محدودة ولا تؤدي إلى ضحايا كثر بين المدنيين. هذا ما كان تأمله واشنطن التي أظهرت بعض الدعم للعملية، ولا أعتقد أن المبادرات الأوروبية هي التي سوف تدفع بواشنطن للابتعاد عن هذا الأمر. أعتقد أن القرار سيتخذ في واشنطن فيما يتعلق فيما إذا كان الأمر قد بلغ إلى الحد الأقصى لوضع حد لهذه المأساة. طيب سيد ديفيد، يعني الضغوطات الأوروبية ستفضي في الضغط على واشنطن فقط فيما يتعلق برفح، ليس في كل مسار القضية الفلسطينية والمضي نحو حل الدولتين وتطبيق قرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتين؟ لا أعتقد أن قرار محكمة العدل الدولية هو أمر سوف يحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يكون هناك أي تأثير للضغوط الأوروبية على واشنطن لتغييرها موقفها حيال قرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن الأمر الذي صدر عن محكمة العدل الدولية سواء تعلق الأمر بأن إسرائيل سوف تتقيد به أم لا هو أمر لا يزال مطرح سؤال، ولكن فيما يتعلق بحل الدولتين هذا تحديد هو موقف إدارة الرئيس بايدن وسيستمر الأمر كذلك. أعتقد أنه كلما اقتربنا من نهاية العمليات العسكرية ليس في رفح فقط ولكن باتجاه نهاية الحرب وتوصل لوقف لإطلاق النار، أعتقد أن هذا السياسي سوف يكون ركيزة في السياسة الأمريكية،
وقد بدأنا نرى ذلك من خلال الجهود الرامية لدفع الجهود السعودية إلى الأمام، ولكن يظل السؤال مطروحا بشأن رد الفعل الإسرائيلي. طيب سيد ديفيد، يعني هل يمكن، قلت في البداية بأنه يمكن هذه الضغوطات ستفضي إلى تغيير ما في نهج الولايات المتحدة الأمريكية تجاه موقفها من عمليات رفح؟ هل ربما ستقدم على إعطاء رؤية ما؟ هناك الجانب الأمريكي متحديدا البيت الأبيض قال نقيم الأوضاع مع إسرائيل، مع الجيش الإسرائيلي ومع الشركاء لتقييم ما حدث في رفح. الضغط الأوروبي الذي تحدثت عنه في البداية، هل يمكن فعليا أن يؤتي بنتائج تترجم ميدانيا على رفح تحديدا في هذا التوقيت؟ رأينا هذا الموقف من نتنياهو الذي اعتبر ما جرى أمس بأنه كارثي وخطأ. نعم، نحن نسمع رؤى مختلفة تأتي من إسرائيل، وصحيح بأن رئيس الوزراء قال أن خطأ فادح قد ارتكب في رفح، ولكن في نفس الوقت نسمع من إسرائيل أن الهدف الذي ضربته الصواريخ كان بعيد عن ما أعتقد أنه حريق نشب في أعقاب انفجار ثاني. لا نعلم فيما إذا كان هذا ناتج عن الضربة الأولى، سيكون هناك تقييم لما حدث. ومرة أخرى فسأتفاجأ إذا قامت إسرائيل بإنكار أنها تسببت بهذا الحدث، في ظل دعوة إسرائيل للنازحين لمغادرة رفح. ولكن كلما اقتربنا من الانتخابات الأمريكية وبينما يزداد إحباط إدارة بايدن حيال حصيلة الضحايا في غزة، أعتقد أننا سوف نشهد تحولا أكبر في موقف واشنطن. لكن لا أعتقد أن هذا سيعود الفضل فيه للمساعي الأوروبية. نعلم أن الاتحاد الأوروبي كان في السابق منقسما على نفسه، وأعتقد أن ما يمكن للبيت الأبيض أن ينظر إليه على أنه تحرك أحادي الجانب فهو الاعتراف بدولة فلسطين من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واعتبر ذلك بأنه غير منتج. وأعتقد هذا لن يؤثر على البيت الأبيض. هناك تركيز أكبر على موقف ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، وليس بالتأكيد موقف الاتحاد الأوروبي. طيب إذا ما أخذنا سيد ديفيد، إذا ما أخذنا مساعي الدول الأوروبية بالإضافة إلى معركة الرأي العام، بالإضافة إلى الضغوطات الدولية وتحديدا العربية، هل يمكن أن نشهد ربما نتيجة في تقييد السلاح، توريد السلاح الأمريكي إلى إسرائيل، مثلما يعني شهدنا هذا التغيير والذي تراجعت عنه واشنطن فيما بعد؟ نعم، أعتقد أن هذا ربما ما تفكر به إدارة بايدن، وهذا يتوقف على تقييم ما حدث في رفح. وإذا ما كان ذلك خطأ، وهذا ما قالته إسرائيل، وأن الهدف كان يبعد عن المخيم لجن بأربعين متر، وأن الحريق نشب عن انفجار ثاني. وإذا اعتقدت إدارة بايدن بأن العمل كان غير ملائم، فقد شاهدنا بأن إدارة بايدن لديها الرغبة لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بشحنات الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل. أعلنت إدارة بايدن ذلك ولم تتقيد بالأمر بعد ذلك، ولكن
أعتقد أن الإدارة الأمريكية ازداد إحباطها مرة أخرى كلما اقترب موعد الانتخابات الأمريكية، وأعتقد هذه الأمور سوف تصبح أكثر واقعية بالنسبة للإدارة لتنفيذها. وعلى الرغم من ذلك لا أعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير في المدى القريب على عمليات إسرائيل العسكرية، حيث أن إسرائيل اكتشفت حوالي 50 نفقا تمتد بين رفح ومصر، وهي أنفاق تستخدم لتهريب الأسلحة، وهذا ما يبرر الموقف الإسرائيلي لاستهداف رفح. وواشنطن ترى بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي ألا يدين هذه الأنفاق 50 التي تسمح بتهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة. إذن ما حدث في الرفح كان مأساة هائلة، وأعتقد أننا سنكون هناك صعوبة للإدارة الأمريكية لوقف أو تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الراهن. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر. إلى جولة قامت بها الحدث في المستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل في الجزء الشمالي من قطاع غزة. هنا من داخل المستشفى الأهلي العربي المعمداني، المستشفى الوحيد الذي يعمل في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بعد تحييد مستشفيات الشمال ومدينة غزة وإخراجهم عن الخدمة. هذا المستشفى شهد في بداية الحرب استهداف بالصواريخ الحربية أدت إلى أكثر من 200 ضحية في ساحات هذا المستشفى من النازحين والطواقم الطبية والإسعافية في هذا المكان. هذا المستشفى في هذه الأيام يواجه عجز كبير جدا في ظل التحييد وانهيار المنظومة الصحية في كافة مناطق الشمال ومدينة غزة، وعدم وجود أي أسرة تستقبل المصابين في أي منطقة في شمال قطاع غزة سوى النقاط الطبية البسيطة. سنرصد خلال جولتنا الأوضاع من داخل قسم الاستقبال والطوارئ. هذا قسم الاستقبال والطوارئ الذي تم استحداثه في مستشفى المعمداني والذي يعد صغير نسبيا مقارنة بحجم الحالات. نستمع مع الدكتور علي الغليظ في قسم الاستقبال والطوارئ حول الظروف الميدانية في المستشفى. الظروف الميدانية في مستشفى المعمداني هي ظروف سيئة جدا. إذا كنا نتحدث عن نقارن المساحة الصغيرة والمعدات والإمكانيات التي يتمتع بها مستشفى المعمداني مقارنة بالعدد المهول من الإصابات التي تصل إلينا بشكل يومي، مقارنة بعدد المرضى الذين يصلون إلينا بشكل يومي، نتحدث عن مساحة صغيرة جدا تم استحداثها من منطقة العلاج الطبيعي القديم في مستشفى المعمداني، منطقة لا تتعدى 60 متر مربع. إذا أردنا الحديث أيضا عن الأقسام الأخرى والوضع الصحي بشكل عام في المستشفى، إننا نتحدث عن انعدام لجميع أو لمعظم الأقسام في مستشفى المعمداني. نعم، إذن هي حالة من العجز تصيب المنظومة الصحية هنا في مناطق شمال قطاع غزة كما استمعنا إلى الدكتور، وهذا نذير بالخطر على سكان مناطق الشمال في ظل هذه الحملة العسكرية على مناطق شمال قطاع غزة ومدينة الفلوجة. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحديثة. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا خلاف أمريكي أوروبي بشأن طهران، والوكالة الذرية تحذر من برنامجها النووي. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ جاء
شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ بكم مشاهدينا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن دبلوماسيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتراجع عن خطط لمعاقبة إيران على التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي في إطار سعيها لمنع تفاقم التوترات مع طهران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن واشنطن تعارض جهود بريطانيا وفرنسا لإلقاء اللوم على إيران في اجتماع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو القادم. وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة ضغطت على عدد من الدول الأخرى للامتناع عن التصويت بحجب الثقة، موضحين أن هذا ما ستفعله واشنطن. ووفقا للصحيفة فإن الخلافات بدأت في الظهور مع تزايد مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، فيما تقول إدارة بايدن إنها تسعى إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني. يأتي هذا في الوقت الذي شككت فيه وكالة الطاقة الذرية بحقيقة نوايا إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم لدرجة تقترب من صنع الأسلحة. وأعربت الوكالة عن تخوفها من أن تقوم إيران بتطوير قنبلة نووية حال استمرت بتخصيب اليورانيوم بنسب صفاء أكثر، خاصة وأن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب يتجاوز 30 مرة الحد المسموح به في الاتفاق النووي. وعن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، أكدت وكالة الطاقة الذرية أن مسار التوقف مع إيران عقب مقتل الرئيس المسار توقف مع إيران بعد عقب مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خاصة وأن إيران لم ترد بعد بشأن العثور على بقايا يورانيوم في 3 مواقع. كما أبدت الوكالة الذرية أسفها لعدم استجابة إيران لعودة المفتشين النوويين للمواقع الإيرانية. للحديث أكثر مشاهدينا، نفتح النقاش مع ضيفتي من واشنطن، حنين غدار كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من بروكسل، تنضم إلينا هالة الساحلي صحفية وباحثة متخصصة في الشؤون الأوروبية والأطلسية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفتي من واشنطن سيدة حنين، يعني البعض يتساءل ما الذي يجعل واشنطن التي كانت دائما السباقة وتبادر في فرض عقوبات على طهران للضغط على الحلفاء الأوروبيين بأن يتراجعوا على خطط لمعاقبة إيران، وما الذي تخشاه من السباق الانتخابي حتى يجعلها تنتهج هذا المسلك؟ مساء الخير لحضرتك ولضيفتك الكريمة. طبعا يعني اليوم
مثل ما قلت يعني هذا شيء مستغرب من واشنطن تحديدا، ولكن ما بنفس الوقت غير مستغرب وبمحل ما بيشرح الوضع اللي واشنطن اليوم هي فيه. اليوم واشنطن الإدارة الحالية تحديدا إدارة بايدن والبيت الأبيض عم بيطلعوا بالشرق الأوسط، وفي خوف جدي من تفجر، وإيران عم تلعب على هذا الوتر اللي هو التهديد بالتفجير في عدة مناطق في الشرق الأوسط، من الحوثيين إلى لبنان إلى غير مناطق. يعني بمحل ما إيران عم تستعمل الحروب في الشرق الأوسط وإمكانية الحرب الشاملة في المنطقة لتهديد، بمعنى أنه ممكن الحرب في غزة تتوسع إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها. واشنطن بشكل أساسي، يعني أعتقد أنه الموضوع العامل الأساسي بهيدا التركيز على الدبلوماسية مع إيران وليس على الضغط على إيران اليوم هو الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية اليوم يعني إدارة عندها إحساس أنه أي حرب مطولة بغزة أو حرب أخرى في المنطقة ستجر أمريكا إليها، وأي خطوة من هذا النوع ممكن تأثر على حظوظ إدارة بايدن في الانتخابات. فاليوم قد ما فيها هذه الإدارة عم تجرب تطفئ النيران بدل من أنه إشعالها وتتفادى أي نوع من التواجه مع إيران. وشاهدنا في الأسابيع السابقة يعني مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين أمريكا وإيران. طيب سنعود إلى نقطة المفاوضات سيدة حنين، سأعود إليك، ولكن أذهب إلى ضيفتي من بروكسل سيدة هالة. يعني الدول الأوروبية لطالما كان هناك إجماع كبير وحتى تنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يخص العقوبات على الجانب الإيراني، الضغوطات الأمريكية هذه المرة هل ستمتثل لها دول الأوروبية وتحيد عن هذه العقوبات المتوقعة في حق طهران؟ أعتقد أن الأهداف التكتيكية أو الآنية الظرفية للاتحاد الأوروبي لا تتماهى مع الأهداف الأمريكية. ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية حاليا بحسب المنظور الأوروبي هي الحصول على هدنة انتخابية حتى تتمكن فيما بعد إطلاق عملية مفاوضات جادة وشاملة حول الملف النووي الإيراني، في حين أن فرنسا التي تقود هذه الحملة أو هذه الخطوة هدفها بالأساس هي لي ذراع إيران للحصول على تسهيلات لانتخاب رئيس لبناني جديد، هذا الرئيس الذي هو سيوقع على رجوع حزب الله وراء الليطاني، هذا الرئيس الذي هو سيوقع على التطبيع الغازي في المنطقة. وبالتالي لا يمكن فهم هذه الاختلافات الظرفية دون البحث من هذه الناحية، هذه من جهة. من جهة ثانية، الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يعني تطالب أو تذهب نحو هذه الهدنة الانتخابية هي دفعت لإيران ثمنها من منطلق أنها أولاً أعطت رفعت التجميد على 7 مليارات دولار، ثانيها أنها تم تبادل أسرى، في حين أن فرنسا لم يعني تحصل على شيء في المقابل، وباعتقادها أن التهديدات الإيرانية التي تفيد بأنه إذا ما تم مواصلة الضغط عليها في الوقت الحالي فإنها ستخرج من اتفاق انتشار الأسلحة النووية، الرئيس ماكرون هو على استعداد لاتخاذ أو لتحمل هذه المسؤولية من منطلق أن إيران ستكون خاسرة إذا ما أقدمت على هذه الخطوة. بالتالي ما نشهده حاليا هو اختلاف في الأهداف الظرفية، لكن الهدف الاستراتيجي هو تأخير وإبطاء البرنامج النووي الإيراني ما زال قائما، علما وأنه يجب التذكير أنه في 2015 كان الهدف الرئيسي يعني هو نفسه وباقي لحد الآن. إذا تحدثنا عن الأوروبيين هم يعني في 2020 من عارضوا الإدارة الأمريكية لتفعيل ما يعرف ببند سناب باك، وبالتالي هناك دائما وأبدا تنسيق بين الإدارة الحالية والأوروبيين دائما وأبدا. وأرجع طيب أرجو أن تبقي معي، هناك اختلاف في الظرفية.
نعم سيدة حنين، يعني المطالب الأمريكية تتعلق بمراحل معينة، هي مرحلة الانتخابات، وبالتالي هناك هدف ظرفي، يعني إلى حين تحقيق هذا الهدف وإلى حين الوصول إلى الانتخابات، هل الولايات المتحدة الأمريكية ضامنة النتائج من إيران؟ يعني الطاقة الذرية قالت أنه حتى لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية غافلة، ولا حتى الاتحاد الأوروبي والدول التي فرضت عقوبات وخصبت اليورانيوم أكثر من 30 مرة بالمسموح به، وبالتالي ما الضامن هنا إن رفعت واشنطن هذه العقوبات ظرفيا ومرحليا مع الجانب الأوروبي؟ لا يوجد أي ضامن طبعاً. والإدارة واشنطن تعرف هذا الشيء جيداً، أنه لا يوجد ضامن، وكل التجارب السابقة مع إيران بيّنت أنه باتفاق أو بغير اتفاق ما في ضمانات مع إيران، يعني إيران بتوعد وما بتوفي، وهذا الشيء واشنطن اختبرته بكل الإدارات. ولكن الفرق هو أنه غير الانتخابات الرئاسية ولعبة شراء الوقت من هلأ للانتخابات الرئاسية، الموضوع النووي الإيراني الإدارة الحالية، إدارة بايدن، الإدارة الديمقراطية، هي بتعتبر أنه ممكن تقدر تعيش مع إيران مع برنامج نووي. هيدا بتفرق بينها وبين حلفائها في المنطقة أكيد، وحلفائها في أوروبا. أوروبا والخليج وإسرائيل عندهم مشكل كتير كبير أنه إيران يكون عندها برنامج نووي، ولكن واشنطن بالإدارة الحالية ممكن تقدر تتعايش مع هيدا الشيء، ومن هيك عم بتجرب تساوم على غير قصص. يعني هدفها الأساسي هو مش برنامج إيران النووي، هو أكثر يعني مساعدة حلفائها في المنطقة، السلام مع بين إسرائيل والسعودية هو شكل أساسي بالنسبة لهم هيدا الشيء. بنزيد على هذا الموضوع انه اليوم الضغط الاساسي بده يجي من اوروبا طبعا، ولكن المشكله الاساسيه اللي عم تواجهها واشنطن انه في حكي جدي اسرائيلي اليوم انه اذا فعليا مثل ما قالت وكاله الطاقه الذريه انه ايران ممكن تقترب من سلاح نووي واكثر من قنبله نوويه، المشكله الاساسيه يعني اذا بنطلع لقدام المشكله الاساسيه هي انه اسرائيل ما ممكن تقبل بهذا الشيء. فهون ممكن تركب، يعني اليوم في مشكلة بين أمريكا وإسرائيل إلى علاقة برفح وإلى علاقة بالحرب بلبنان، ولكن ممكن كتير تزيد المشكلة لما إسرائيل بعد هيدي الحروب. ممكن الحكي الإسرائيلي اليوم بالإعلام وبالسياسة أنه مستحيل يقبلوا أنه إيران يكون عندها سلاح نووي، والأمريكا اليوم يعني هيدا الضغط على أوروبا والضغط على الحل الدبلوماسي هو بس لعبة شراء الوقت، مجرد شراء للوقت من هلأ للانتخابات الرئاسية، لأنه وقت توصل إيران تقرب من سلاح نووي كل حلفاء أمريكا في المنطقة وفي أوروبا وفي إسرائيل مستحيل يكونوا يقبلوا. نعم. الضغط حيصير على أمريكا مش بس من أوروبا، من كل حلفاء في المنطقة وفي أوروبا. طيب أرجو أن تبقي معي، نشير مشاهدينا إلى هذه العواجل. مراسل الحدث يفيد بتجدد القصف الإسرائيلي على منطقة تل السلطان غرب رفح ومناطق شرق ووسط غزة. إذن مشاهدينا، تجدد القصف الإسرائيلي على منطقة تل السلطان والتي شهدت مجزرة أمس ما وصفت بالمجزرة، راح فيها أكثر من 45 قتيل. إذن مشاهدينا، تجدد القصف الإسرائيلي على نفس المنطقة التي شهدت العملية العسكرية الإسرائيلية أمس. إذن حسب مراسلنا القصف يتجدد أيضا على مناطق شرق ووسط غزة. على كل سنعود إلى تفاصيل هذا الخبر ريثما تستجد معطيات جديدة. أعود إلى ضيفتي من بروكسل سيدة هالة، يعني هل هذا الخلاف يمكن أن تأخذه أو الدول الأوروبية في خانة بأنه يتعلق فقط بالسباق الانتخابي الأمريكي وبالتالي استئناف في خطواتها للعقوبات، أم أنه لا يمكن أن تمضي في تعنت وبالتالي يكون لذلك تداعيات مع علاقتها مع الولايات المتحدة؟
أنا أعتقد أن فرنسا خاصة وبمعية بريطانيا وألمانيا ستسعيان للضغط باتجاه الحصول على موطئ قدم في هذا الملف من منطلق أنها تعرف في سنة المقبلة يعني في أكتوبر 2025 بإمكانها أن تفعل ما يعرف ببند سناب باك، وهل في الوقت هذا ستقبل بريطانيا ألمانيا وفرنسا بهذا ومقايضته مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ لأنه بعد هذه المدة بعد هذا التاريخ فإنه كما قال الرئيس الراحل الفلسطيني هذا الاتفاق سيصبح كادوك، كأنه لم يكن، وبالتالي سيتم الذهاب نحو اتفاق جديد تكون مخرجاته غير التي نشهدها حاليا. الاتفاق السابق كان لتأخير وصول أو توصل إيران وطهران بالتحديد وخاصة النظام الإيراني الحالي إلى الحصول على القنبلة النووية، ولكن في الأثناء في سنة 2022 وخاصة السنة الماضية عاد وأكد دول الاتحاد الأوروبي لطهران أنها لن تطبق أو لن تفرض عقوبات عليها ما لم يتعدد نسبة التخصيب 90%، وكل العقوبات اللي شاهدناها منذ 2022 إلى حد الآن هي عقوبات بالأساس تعتمد على عدم احترام حقوق الإنسان، وهذا يعني نوع من عملية نعم شد الحبال مع الإدارة الأمريكية ولكن دون الذهاب إلى الصدام، لأن هناك دائما أبدا تنسيق أمريكي أوروبي حول ما بات يعرف بالشرق عملية أو وجه الشرق الأوسط الجديد من خلال هذه المقاربة التي تطبخ حاليا في أروقة الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الدول الإقليمية وأيضا بالتنسيق مع إدارة بايدن والإدارة المقبلة. إذن لا أعتقد أن هناك صدام وإنما اختلاف في المصالح، و فرنسا بريطانيا وألمانيا تسعى إلى تحقيق بعض المكاسب بانتظار أن تأتي الإدارة الجديدة. طيب سيدة حنين أختم معك، هل يمكن وصف ما أقدمت عليه واشنطن بالضغط على الحلفاء الفرنسيين ما يخص العقوبات الإيرانية بأنها ثمرة من ثمرات إن صح التعبير من ثمرات المفاوضات الغير مباشرة مع الجانب الإيراني، وبالتالي تحصلت الولايات المتحدة الأمريكية على نوع من التنازلات؟ أعتقد إيه معك حق، يعني في احتمال كتير كبير لأنه المفاوضات المباشرة وغير المباشرة اللي صارت يعني من في الأسابيع السابقة لم تتوقف، بعدها ماشي. بنعرف كتير منيح إنه ممثلين على الإدارة بعدهم عم يكملوا المفاوضات بعنوان طبعا هو له علاقة بوقف الحروب في المنطقة وخاصة يعني في غزة وغيرها. لحد هلا يعني مبين إنه ما في نتيجة لأنه الحروب عم تتصعد، يعني شفنا عم نشوف انه حزب الله بلبنان وحماس في غزة عم بيصير في تصعيد من قبلهم، يعني هذا مؤشر على انه ايران عم بتجرب تاخذ مكاسب اكثر بخلال هذه المفاوضات، ولكن المفاوضات لم تنتهي وفي احتمال انه يوصلوا لاتفاق على القليل بمعنى انه وقف اطلاق نار في مكان ما، ولكن هذا نوع من ارضاء لايران او تحفيز إيران على إعطاء المزيد من المكتسبات أو يعني يخفف الضغط على حلفاء أمريكا في المنطقة. نعم معك حق أكيد، يعني هذه مش بالضرورة ثمرة لهذه المفاوضات، ولكن دليل على أن واشنطن عم بتقدم شيء لطهران مقابل شيء ما بعد نعم. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من واشنطن حنين غدار كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. من بروكسل هالة الساحلي صحفية وباحثة متخصصة في الشؤون الأوروبية والأطلسية، شكرا جزيلا لكما، إلى اللقاء مشاهدينا.